التعادل السلبي يحسم قمة الدوري الإنجليزي بين السيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد، وليفربول ينفرد بصدارة الدوري بعد طبعا تعثر السيتي وأرسنال في الجولة دي. السيتي وأرسنال كانت مباراة قوية، السيتي طبعا كان أفضل وكان أقوى، ومن أول ثانية ضغط بشكل كبير على أرسنال وبيلعبوا يعني بشكل تقدم جامد على خط ظهر أرسنال، ولكن لعبة أرسنال كانت متماسكة طول التسعين دقيقة. السيتي كان أفضل، السيتي كان مستحوذ، بتتكلم في 72% استحواذ لصالح السيتي مقابل 28% لأرسنال، ولكن يعني رغم الاستحواذ ورغم قوة أداء السيتي النهاردة على ملعبه، لكن أرسنال طلع من الماتش بتعادل مرضي جدا وبتعادل مهم جدا. يعني أرسنال طلع بأفضل نتيجة ممكنة النهاردة أمام السيتي رغم صعوبة الماتش. السيتي بتتكلم في 608 تمريرة مقابل 191 تمريرة فقط لأرسنال، فالفرق في الضغط والفرق في الاستحواذ والفرق في امتلاك الكرة للسيتي كان كبير. فرصة إحراز هدف بتتكلم في 0.95 للسيتي مقابل 0.68 لأرسنال. كمان التسديد على المرمى بتتكلم في 12 تسديدة للسيتي، منهم واحدة بس اون تارجت. الناحية التانية 6 تسديدات لأرسنال منهم 2 اون تارجت. في دقة التسديد شوية عند أرسنال عن السيتي، لكن السيتي كان أفضل، السيتي كان مستحوذ، كانوا ماسكين كورة، كانوا ضاغطين بشكل كبير من أول ثانية، كان عندهم أكتر من فرصة، مش فرص محققة وخطيرة على المرمى، لكن كانوا بيحققوا الهدف إن هم يوصلوا لمرمى أرسنال. وصلوا أكتر من مرة لمرمى أرسنال، ولكن ما كانتش فرص خطيرة وما كانش فيه أهداف محققة للسيتي. أرسنال راحوا على السحاب بكام كورة، ولكن كان في تماسك دفاعي، كان في تقارب بين الخطوط للعيبة أرسنال. أرتيتا النهاردة أدار الماتش بشكل كويس، قدر إنه يلعب بحدود المتاح أمام السيتي وأمام جوارديولا على ملعب. ترتيب الدوري بعد الماتش ده، دي طبعا الجولة 30، الليفر والسيتي وأرسنال التلاتة عندهم ماتش مؤجل في الجولة 29، ولكن بعد الجولة دي طبعا الليفر في الصدارة بعد فوزه على برايتون 2-1 ب67 نقطة، المركز الثاني أرسنال ب65 نقطة، والثالث السيتي ب64 نقطة، والثلاثة لعبوا ماتشات قد بعض. الجولة الجاية السيتي هيلعب أستون فيلا، وأرسنال هيلعب لوتون تاون، وليفربول هيلعب شيفيلد يونايتد. ماتشات إلى حد ما سهلة للثلاث فرق، يعني السيتي هو أصعبهم لأنه هيلعب أستون فيلا أتقل من طبعا لوتون تاون وشيفيلد يونايتد، ولكن الثلاثة في المتناول للثلاث فرق. دلوقتي الفرق بقى 3 نقاط بس ما بين الليفر والسيتي، الأرسنال وليفربول فرق نقطة، فلسه المنافسة قوية ما بين الثلاث فرق، والثلاث فرق يعني مستمرين في المنافسة. النهاردة السيتي تعثر وبقى الثالث، ولكن ما بينه وما بين الليفر الأول 3 نقاط، فالدنيا لسه يعني في الملعب. لسه عندنا حوالي 9 ماتشات في الدوري، 18 نقطة، فالدنيا لسه بدري. النهاردة السيتي أول مرة الموسم ده يطلع على ملعبه بدون تسجيل أي أهداف، أول مرة في هذا الموسم في الدوري الإنجليزي جوارديولا يفشل في أنه يسجل هدف على ملعبه. ودي بروين النهاردة وصل للماتش رقم 600 في تاريخه في جميع المسابقات مع جميع الفرق اللي لعب لها، 600 مباراة، إنجاز جديد وعطاء كبير لدي بروين اللاعب البلجيكي. النهاردة وصل للماتش رقم 600 ليه في جميع المسابقات مع جميع الفرق اللي لعب لها، وإنجاز جديد بيتضاف له. آخر 8 ماتشات ما بين أرسنال والسيتي على ملعب الاتحاد، أرسنال بيفشل إنه يحقق انتصار على السيتي في 8 ماتشات، 7 ماتشات سابقة، والنهاردة المباراة التامنة بتتكلم في إن أرسنال محققش ولا فوز في 8 ماتشات دول على ملعب الاتحاد. السيتي في 8 ماتشات دول سجل 21 هدف، وأرسنال سجل 4 أهداف فقط في 8 ماتشات. غزارة هدفية طبعا في اللقاءات السابقة للسيتي، في المقابل يعني أداء هجومي ضعيف لأرسنال، ولكن النهاردة المباراة التامنة اللي يفشل فيها أرسنال ويفوز على السيتي في ملعبه، ولكن النتيجة إيجابية وتعادل يخلي أرسنال مستمر في الدوري، ويخلي أرسنال يعني التاني بفارق نقطة طبعا عن السيتي. من نجوم الماتش ساكا في أرسنال وفودن طبعا في السيتي، الاتنين دول مستقبل الكرة الإنجليزية. فودن بتتكلم في 11 هدف هذا الموسم و7 اسيست،
ساكا 13 هدف و7 اسيست، فالاثنين يعني مستقبل الكره الانجليزيه. فودن في السيتي وساكا في ارسنال مش بس مستقبل الكره الانجليزيه، كمان هم حاضر الكره الانجليزيه، بيقدموا موسم قوي سواء مع السيتي فودن او مع ارسنال ساكا. يعني فودن 18 هدف مساهم في 18 هدف، مسجل 11 ومساهم في 7 اسيست. ساكا 20 هدف مسجل 13 و7 اسيست، فالاثنين بيقدموا موسم قوي والاثنين حاضر ومستقبل الكره الانجليزيه. نتيجه في صالح ارسنال، تعادل مرضي طبعا، وعلى العكس تماما في السيتي تعادل غير مرضي ونتيجة سلبية، لأنه طبعا كانوا أفضل وكانوا أقوى وعلى ملعبهم أقل في النقاط من أرسنال والليفر، فبالنسبة لهم الفوز النهاردة كان ضروري، ولكن في النهاية تعادل يعني مع المنافس على الدوري، المنافس ليك مع الدوري مع الليفر طبعا أرسنال، وأرسنال نتيجة إيجابية طبعا التعادل على ملعب الاتحاد. الناحية التانية بقى، الليفر كان مغلوب في أول الماتش من برايتون، جه فيهم هدف، بعد كده لويس دياس في الدقيقة 27 أحرز التعادل وانتهى الشوط الأول 1-1، الشوط الثاني صلاح في الدقيقة 65 أحرز الهدف الثاني وانتهى اللقاء بفوز الليفر. قدروا ان هم يحصلوا على 3 نقاط اللي خلوهم في صدارة الدوري 67 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال وبفارق 3 نقاط عن السيتي، ويعني ده أول فوز ليورجن كلوب على ديزيربي مدرب برايتون من أول ما مسك ديزيربي برايتون. لعبوا 4 ماتشات وده الماتش الخامس، في 4 ماتشات سابقة تعادلوا ماتشين وديربي مع برايتون كسب ماتشين، فده أول انتصار لكلوب على ديربي مدرب برايتون. كمان محمد صلاح يعني برايتون أكتر فرقة ساهم محمد صلاح في تسجيل أهداف في مرماهم في الدوري الإنجليزي، بتتكلم في 15 هدف، أكتر فرقة ساهم أمامها صلاح في الدوري الإنجليزي برايتون، سجل فيهم 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة، ساهم في 15 هدف ضد برايتون، دي أكتر فرقة محمد صلاح ساهم في أهداف في مرماها في الدوري الإنجليزي. انتصار مهم بثنائية للليفر، قدروا انه يكونوا في الصدارة بعد الانتصار، دخل في مرماهم هدف وبدأوا المباراة بشكل سيء، كان ممكن يتعادلوا أو يتغلبوا، ولكن الشوط الثاني كانوا أفضل وكانوا أقوى وسجلوا هدف في الدقيقة 65 وكان ممكن يسجلوا كمان هدف ثالث في نهاية المباراة، وقدروا ان هم يطلعوا بثلاث نقاط، بقوا في صدارة الدوري بعد طبعا الفوز على برايتون 2-1. في النهاية الجولة دي يعني مميزة للليفر لأنه تصدر فيها الدوري وفاز، مميزة لأرسنال لأنه طلع بنتيجة إيجابية أمام السيتي على ملعبه، وسيئة على السيتي، مش أسوأ حاجة، ولكن يعني السيتي كان في إيده أنه على ملعبه وبالضغط الكبير اللي كان عامله على أرسنال أنه يفوز ويبقى طبعا في صدارة الدوري بالتساوي مع الليفر النهاردة، وكان يطلع أرسنال من اللعبة، ولكن ما قدروش ان هم يحرزوا هدف رغم الضغط الكبير ورغم الاستحواذ على الكورة طول 90 دقيقة، ولكن ما قدروش يترجموا ده بهدف وما قدروش ان هم يحققوا فرص خطيرة على مرمى أرسنال. في المقابل طبعا ترابط خطوط أرسنال وتركيز خط ظهر أرسنال النهاردة وتركيز لعيبة أرسنال بالكامل وتعلق ديفيد راي حارس مرمى أرسنال، تركيز أرتيتا النهاردة قدر انه يطلع بنتيجة إيجابية في النهاية من أمام السيتي على ملعب الاتحاد. انتهت الجولة بتصدر الليفر الدوري في الصدارة ب 67 نقطة، المركز الثاني أرسنال 65 والسيتي الثالث ب 64. ده كان استعراض للجولة دي من الدوري الإنجليزي، وطبعا مباراة قمة الدوري الإنجليزي ما بين السيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد، وفوز الليفر على برايتون 2-1 وتصدر الليفر للدوري في هذه الجولة من الدوري الإنجليزي.